احنا اليوم في مدينه الدار البيضاء غادي نتلاقاو بالفنانه امينه اكزناي في مقر الشركه العامه اللي خصت لها معرض شخصي مهم. هذا المعرض هو ثمره 20 عام من ابداع امينه في مجال النسيج، وهذه الاعمال الفنيه بدعتها خصيصا لهذا الفضاء وبتعاون مع المعلمات اللي كتشتغل معهم منذ بدايه مسارها الفني. بالنسبه ليا هذا المعرض مهم بزاف، حيت هذا المعرض الاول شخصي ديال الخدمه ديالي، دونك كان مهم بزاف. وكذلك بحال قلت اوريت بان انا مهندسه معماريه ومصممه وفنانه، دونك كاين هذا بحال غنقولوا قنطره ما بين الفن والهندسه، الفن والتصميم والفن بوحدو، والعلاقه ما بين الفن والصناعه التقليديه. وهذه الخدمه اللي كان ندير مع الصانعات بالفرنسية تنقولوا ليجيتيميزي، زعما عنده واحد القيمه، عنده واحد الدور مهم. خاصكم تعرفوا بين هنا خدمنا مع صناعات ديال لي ساسفا شي 30 ولا 40 صانعات. هذه الخدمه كلها ديال الكروشي، وكاينين نساجات ديال خميسات اللي غادي نشوفو من بعد، وتيفلت كذلك. وعلاش مهم؟ حيت تنقولو ترافاي ديكيب، كان واحد لو ترافاي ديكيب في لو تيغان، دونك في تيفلت خميسات ولي ساسفا، وكان لو ترافاي ديكيب هنا، كان ولا ما كانش المصمم والمهندس كريم علوي والكوميسار محمد راشدي و بعد الناس في الشركة العامة، ما هاد المشروع ما كانش غادي يكون. الناس فهموا القيمة ديال الصناعة، شنو هي الصناعة التقليدية، شنو هي الخدمة ديال اليد. حيت بعض المرات تجيني بحال يعني الناس ما تيفهموهاش، تيسحب لهم هاد الشيء ساهل ودغيا كيتصاوب، ألوغ كو هادا 6 شهور ديال الخدمة وشهرين ديال المونتاج. هذا العمل مستطيل كبير، فيه 7 متر على 5 متر، وهذا المستطيل تيستقبلنا وتيسد النظر على العمل النحتي ديال السحبي اللي هو اللي تنشوفو ملي تندخلو هنا عادة. يعني جات بهذا العمل هذا وغيرات الشكل ديال الفضاء، وتجعلنا وإما نمشيو على اليمين ولا على اليسر باش نعيشوا ونتعايشوا مع هذا العمل هذا. وهذا المستطيل اللي مهم فيه تيخدم مع العمل ديال اللوحه الكبيره اللي في هذا الفضاء ديال السي عبد الكبير الربيع. خذات بعين الاعتبار النحت ديال السحبي المكان والعمل اللوحه ديال السي عبد الكبير الربيع، وكذلك الالوان ديال هذا ديال الصف ديال هذا المستطيل عندهم علاقه مع الالوان ديال الرخام ديال الناس، وعندهم علاقه مع العمل ديال محي بن بن اللي تنشوفوه على اليسر. وحتى العمل ديال محي بن بن هو دار بحال بالخيوط، وهذوك لي ماسك عندهم علاقه مع هاد لي كوكون ديال الامين. هذا المعرض كامل مبني على اليد، اليد هو الاساس ديال هذا العمل هذا، وهو اللي غادي يخدم هذا الشيء كله. وإلا شفنا هذا العمل كذلك تنشوفوا بان دائما كاين الصوف، ولكن الصوف كما استعملت في العوينات، وهذه هي اللي عطات السميه للمعرض، هي سميتها العنكبوت. وهذا العنكبوت جاء باش يخيط ولا ينسج ما بين الطبق السفلي والطبق العلوي، وهذا البلاصه في هذا الفضاء اللي فيه جوج ديال لي زوفيرتور داكور، وجمع لي اسانسور. يعني هذا العمل نقدروا نشوفوه من تحت من الطبق السفلي، نقدروا نشوفوه من الطبقات الاخرين. بالرغم ان امينه شاركت في بزاف من المعارض وان مسارها الفني غني، الا ان هذا المعرض كيشكل بالنسبه لها تحدي، حيت تخطات الحدود ديال الفضاء وديال الوقت والماده. يعني هذاك العمل بالصوفه السوداء سماته افكاك في الشلحه، يعني العمل اللي تنخدموا به،
وهذا العمل سماته أسطا، وهو المصنع ولا لا ستركتور الميتاتيسي المرمى. يعني هنايا كذلك خدمات مع الهندسه المعماريه اللي هي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال لي باسخيل، خدمات بهم بحال مرمى كبيرة اللي عندها ليشيل ديال هاد العمارة، وخلقات استعملت النسيج اللي كذلك تدار بالصناعة التقليدية، هاد الزربيات اللي في الفون ديال لا سوسيتي جينيرال ديال الشركة العامة، وخلقات واحد النسيج ديالها الخاص اللي جابته من لي موتيف ديال هاد لي تابي هادو. استطاعت أمينة تبدع في مجال النسيج وتعطيه بعد فني من خلال الأشكال الجديدة اللي ابتكرتها. الزجاجة تعطي بحال المرايا، يعني تنشوفوا فيها هذا العمل ولكن مع واحد آخر، وهذا العمل هذا توا فيه جوج يدين، اليد ديال أمينة فنانة واليد ديالي، وتنلعبوا كذلك بهاد النسيج. ولكن هذا الحاجة مهمة بزاف، حيت أمينة تتلعب نسيج كبير يعني لو ماكرو، تتدينا من الماكرو للميكرو. يعني هاد الأعمال اللي شفنا أعمال كبيرة بزاف، ودارت بالصوفة غليظة بزاف، وهذه دارت بالصابرة، خصنا نشوفوا نقربوا لها، دارت الجاجة بحال شي حاجة بريسيوز باش نشوفوها قريبة بزاف. إلى جانب هذه الأعمال الضخمة، أمينة عرضت كذلك جزء من إبداعها في مجال الحلي اللي كانت تعرفت به منذ بداية مسارها الفني. هذه الأعمال كتخلق رابط بين الماضي والحاضر وبين التقليدي والعصري. Le travail d'Amina s'intègre est complètement dans l'air du temps. Dans le sens ou dans les expressions artistiques aujourd'hui, on trouve de plus en plus d'artistes, que ce soit au Maroc ou même dans le monde, qui se penchent sur des questions de communauté, de partage, de travail et d'échange avec d'autres communautés. Et notamment Amina, qui travaille avec des artisans, des artisanes. On va dire que ça donne une autre ampleur à son approche. Et c'est quelque chose d'assez convoité, on va dire, où ça devient convoité par le public, par les artistes eux-mêmes et même les institutions. Je pense que c'est lié aussi à la situation dans le monde aujourd'hui. C'est ça qui donne cette force aussi au travail d'Amina, c'est qu'elle répond à ces attentes des gens dans le monde. المعرض خلانا نفتحوا على الاعمال ديال امينه، وكما قالت لولا التعاون ديالها مع المعلمات ما كانش هاد الاعمال تخرج للوجود. ودابا غادي نمشيو لعند المعلمات باش نكتشفوا العالم ديالهم وعلاقه امينه بهم اللي بنتها من خلال الدورات التدريبيه اللي كانت كتشرف عليها منذ 2012. المحطة الأولى ديالنا هي مدينة الخميسات، تما غادي نتلاقاو بالمعلمة خديجة اللي غادي ترافقنا عند المعلمة زهرة في ضواحي المدينة. بعيد على المدينة وفي وسط طبيعة خلابة، اللقاء ديال أمينة مع المعلمة زهرة كان حميمي ودافئ بشكل مؤثر، الشي اللي كيعكس المحبة والاحترام المتبادل بيناتهم.
هاك امينه هو كولي بزاف. شكرا. ولينا عائلة الحمد لله. ولينا عائلة وسادة والله العظيم من قبيلة جينا. أنا دابا أنا معي حتى تهضر معايا كنتوحشها. تعيط لي ساعة وحتى زهرة كتعيط لي ساعة ساعة. تنعيط ليها. والله العظيم عرفتي وقبيلة جايين في الطريق قالت لي راه هاد الناس هادو راه عائلتي. عائلتي غادي نمشيو عندها. لا بصح. وي تجي عندي داري بحالي راه دارها اللي بغات دير فيما بغات تقضي ولا تقضي شي حاجة ولا هذا الدنيا هانية بحالي راه في دارها. لا بصح. يعني نيت كانت طيبه شي زعما واه 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 ما كنتش قبيحه شويه شويه كنت شويه واه ما تحملش الكذوب دخل عندنا شي حاجه في جيب لي شي وساده جيب لي شي وساده ما كتبغيش ولو كل اللي بغى يكون يكون سي فري قال لهم هذيك لا لا تلاقيت انا وياه اول نهار في التكوين درناهوك سبحان الله سبحان الله. كيعجبوها الناس دراوش كتتعطف عليهم كانت تجي المراه خدامه ليا شي حاجه خسراتها تقول لها انا ما نضيعكش هي خايبه ولكن ديها وانا غنخلص وانا غنخلص. فين تعلمتي؟ تعلمت في الدار. اه في الدار. اه في الدار. الجيران كيسدي وكتمشي تشوفي راسي خفيف. كنجي تنخدم الوالده هي مسكينه كانت تخدم هذا الشيء. تعلمت منها. أي. ومن تما وانت يا شاده من تما وانا خدام مزيان مزيان. وانت خديجه قلتي لي من الصغر تعلمي من الصغار كنت نقرا في الابتدائي وكنمشي امي كتنسج وانا كنجلس عندها. امينه علمت بزاف الناس وراتهم الابتكار كيفاش يطوروا الصناعه ما تبقاش على هذاك الشيء القديم ما يحذفوش القديم يبقى يبقى القديم ولكن يدخلوا عليه تحسينات يدخلوا عليه شي حاجه جديده عصريه. بعد هذه الجلسه العفويه غادي نحضروا دابا لحصه عمل بين امينه والمعلمات زهره وخديجه. غنقول لك بدينا بواحد الرقم سهل هو بعد هذا الرقم سميتو المنشار. الرقم سي زواقه هو الرمز ياك دونك الزواقه الرسم الرسم دونك هذا هو المنشار. دونك خدمت بزاف على المنشار وخدمنا جميع لواحد المعرض في ألمانيا على المنشار. دونك اش نقدروا نخرجوا بهذه الفكره ولا هذا الرقم ديال المنشار. دونك بدينا بهذا ياك قلت لها بون يلاه بداي. دونك رسمناه واسبوع تسنيتها تنج وملي رجعت ها هو الشانتيون الاول. هذا الشانتيون ديالها الاول الاول بعد خدمتيه. دونك هذا بحال تطور واحد الفكره مي خاص بزاف ديال الصبر حيت كنبداو كنرسمو كتنج كنرجع من بعد اسبوع ولا 10 سنين 10 ايام ومن بعد عاوتاني كاين هذا هو الموديل الاول الاول اللي تعرض ضربني الحديده لا بقيت هاكو ليا مديها اليوم مديها فوالا شتي. دونك من بعد هذاك لي شانتيون الاولاني اللي وريتيني دزتو لهذا حيت عيننا ميزاننا ما كاينش مثلا مع المعلمه ما كنعطيهاش واحد الرسم مضبوط كنقول لها بون ديري هكا وهي كتزيد حتى هي من راسها. دونك من هذا جاني شويه مزير بزاف قلت لها لا وسعي الرقم. دونك هذا هو هذه هي البياسه الاولى ديال المنشار. ودابا هادشي اللي كتخدم الوغ من بعد المنشار هذا ماشي منشار لا منشار مريش وحتى هذا نقولوا هذه كنسميوها هذه رقمه قديمه قديمه تنسميوها مجدمه الحجر. دونك اللي كيعجبني عند المعلمه هي كتزيد من راسها وكتطور حتى هي الخدمه. النسيج جزء من حياه المعلمه زهره اللي كتفيق بكري وكتحل بالبكر وكتطيب بحال اليوم وجدت لينا سكسو ما شهيتكم فيه. زيارتنا للمعلمه زهره كانت فرصه باش نزوروا ايضا جارتها اللي حتى هي استفدت من التكوين مع امينه وايضا فرصه باش نكتشفوا القراطه الزموريه اللي مشهوره بها المنطقه. Yeah.
انا نبدا من هنا نحيد دابا هذه امينه هي القراطه هذه هي القراطه السموري هذه هي القراطه السموري رجعنا للرقم انا كنعرف الجرانه هذا هدف الهدف هذا لي سيور اش كتقولوا ليه نتوما هذه كانوا هي هذه السميه ديال تاع الطواقي طواقي هذا سكين سكين وهذا عراق هي دابا هادو هما اللوانات الاصليه عشان ما نقويش اللوان مي درتها خدمه وحده ما قويتش اللوان فيها ما قويتيش اللوان ما قويتش حقاش ما قويتش باللوان درت رقم بزاف ما كتحملش اللوان هنا لا ما تتحملهم لا كنبغي اللوانات ما كنحملهمش الحقيقة ما سخيناش بالمعلمات وبالطبيعة وببساطتها وبهذه الأجواء الدافئة نهارنا كان غني باللقاءات ومن كنا غادين تلاقينا بعيالات أخرين حتى هما تبعوا التكوين مع أمينة كيوجدوا الخبز لحظات بسيطة وجميلة حقا لغد ليه نضنا بكري باش نمشيو لسوق الخميسات هاد السوق مشهور في المنطقة وكيجيو له العيالات بكري من قرى بعيدة باش يعرضوا المنتوجات ديالهم هاد الزيارة اللي اقترحتها علينا أمينة هي فرصة باش نكتشفوا تنوع المنسوجات اللي معروفة بهم منطقة الخميسات وأيضا فرصة لأمينة باش تتلاقى بالمعلمات اللي كون خديجة ياك واش ماكلي راه صافي خير لاباس الحمد لله السلام عليكم على سلامتكم دونك حنا دابا تنشوفوا شفنا الزربيه الزموريه كنقولوا على البلبل الزموري وشفتهم كيخدموا الزربيه بالنوارين وي هنا خميسات ولينا مشهورين بالنوارين ولينا مشهورين حيت كاين الطلب حيت كاين الطلب حنا ولينا كنخدموا اكثر من ناس خميسات ولاو كيخدموا بالنوارين اكثر من بالنوارين هذا وي هذا حنبل قديم زوين هذا زوين هذا هو الزموري الاصيل نشوفوا الناس جايين كيدافعوا على الناس اللي كيخدموا على التراث البلاد الثمن ديال الزربيه هبط اون فو با بي زعما المنتوج هو المنتوج الا عطيتيه الفلوس راه غتلقاي اللي يخدم ولكن مادام ان المنتوج الثمن ديالو هبط يعني الناس ما بقاتش كتمشي تخدم طيب الحرشه مع التفليف هذا صافي راه كتاخذ اكثر من اللي غتخدم شحال كتنجل المراه في النهار ميم با 5 سنتيم ديال لو طراي مي ملي كنجيو ملي كتمشي تصاوب الحرشه كتاخذ 50 درهم ديالها تما بشحال غتاخذ ما غتاخذش حتى 50 حتى 5 دراهم يعني سي سا لو بروبليم لو بروبليم سي البروبليم اللي كاين هي ان الناس اللي كيخدموا موجودين ولكن واش مازالين كيخدموا ولا خلاو الخدمه ومشاو كيديروا حوايج اخرين تعطاو الميادين اللي كتعطيهم الانت اللي كتعطيهم حاجه اخرى هذا الشيء اللي قلت انا هذا هو المشكل ولا بس والمشكل ما عندناش الخلف لي جون اللي دابا غيتعلموا الزربيه ما كاينينش وعلى الرغم من الصعوبات اللي كيواجهوها المعلمات والوضع الهش ديال الحرفه والظروف القاسيه الا ان العلاقات الانسانيه اللي كتربط امينه والمعلمات هي الاهم وكتعطيهم دافع باش يتابعوا العمل ديالهم وكتدفي قلوبهم بحال هاد الشميشه ديال هاد الصباح وقبل ما نواصلوا الرحله ديالنا غادي نتوقفوا عند المعلمه خديجه بن حمزه اللي تلاقيناها هاد الصباح في السوق واللي كترأس على تعاونيه ياسمين ديال الزربيه والحنبل هاد التعاونيه هي اللي نسجات القطعة افكاك الا بقيتوا عاقلين واللي شفناها في الشركه العامه في الدار البيضاء الجمعية كتران على تطوير المنتوج المحلي وكتواصل الإبداع اللي تعلموه المعلمات من أمينة عندك حتى القراطة هنا الزمورية عندك الحنبل عندك الصوفة
وعطى الله الزرابي ديال المانيا. شنو هذا؟ سا سكون افي تي تي سوفيان دو سا؟ سالي شونتيون سالي شونتيون ديال افكاك. وي افكاك ديال لي سوفيان لا ديكسبوزيسيون عنكبوت. سا سي سا سي ان سي كون افي بوغ هادي بحال هذا درنا بحال الهيدوره بحال الهيدوره. انا كنحماق على هذا المنتوج الحق باقي ماشي بيرفيكسيوني باقي ما وصلناش لواحد المستوى اللي حنا باغيين. حبسنا صافي لونطون باش حبسنا بحال عجبني هذا عجبتني بزاف هذا عرفتي باش معي باش تكون عندك هيدوره في الدار بلا ما تكون عندك الريحه وسميتو سين بونيدي ياك فكره زوينه معتبره. سعادة أمينة وافتخارها بالمعلمات كان كبير حيث كتشوفهم كيوصلوا الإبداع والعطاء في الميدان. شوية ديال ولا بزاف ديال شوية بزاف هذا بزاف ولا شوية ديال الابتكار لأن الألوان ماشي ديال المنطقة. لا هي حنا من داكشي اللي تعلمنا من أمينة هي أننا خصنا نخرجوا على الألوان القديمة ونديروا شي حاجة مختلفة. واه زهرة جيبي لي هذيك العروسة واو ها آه هو الكريسي الله يعطيك الصحة هانتي الله يعطيك الصحة هادو دوك هذا هادو الهديبات شنو هذا واش هذا منتوج ديال التصميم ولا منتوج فني؟ هذا منتوج فني وبفضل تعاون أمينة والجمعية استطاعوا المعلمات يصنعوا منتوج فني فريد من حيث الشكل والنوع ديالو واللي كيدل على قدرتهم في التحدي والإبداع. ومن الخميسات المريرت رحلتنا مع أمينة مازال متواصلة وغادي نتلاقاو مع معلمات دار الصانعة في المقر الجديد ديالهم فواد إفران واللي حتى هما تلقاو التكوين من عند أمينة. هادشي تغير عليا اوف طيما لاباس مرحبا بك لاباسي بخير لاباس انتي لاباس لاباس اش هاد الخير اش هاد الخير ايوا الحمد لله الحمد لله هادشي جديد ما بدل عليا المقر وسعوا لنا المقر تبارك الله الاقسام هادشي كبير تبارك الله. السلام عليكم لاباس ايوا كاينه شي خدمه ياك ما جبدتو بالبرد كنشوف بعض المنتوجات القدام ديال التكوين الصناعه التقليديه نظموا واحد دوره تكوينيه باش يعلمونا تقنيات جديده في النسيج. جات السيده امينه علمتنا تقنيات جديده ولينا كندخلوها على المنتوجات ديالنا. مثلا كتقول لك دير الرموز ديال تمازيغ ولا الحيوانات ولا نخرجوا من ديك الطريقه التقليديه ونخدموا بواحد الطريقه عصريه ندخلوا شي تقنيات جديده بحال هذه راه هي اللي قالت لنا صوروا شي حاجه صوروا بحال باطو ولا شي صورات واحد السيده كانت كتخدم هذه عقدت على هذه مثلا خدمنا بالجلد خدمنا الجلد سميت هذا قنرزم قنرزم بحال السد جبنا الجلد خدموا بالجلد وي التي شفتوا المنتوج مقلوب كتشوفوا الزواقه ياك كيقول لها قنرزم ياك قنرزم وعقلتي على هذا هذا عاوتاني بقات كتقول لنا ما تخدموش غير داكشي مرتب كتخدموا مثلا بطريقه عشوائيه ولا اشكال هندسيه مختلفه مثلا ديري مره مربع مره دائره مره وبقينا كنخدموا بطريقه باش علمتنا وهادو عقلتوا شنو هما هاد التفيتفات هادو هادو بوشيطات ديال البورطابلات اي بوشيطات ديال البورطابلات هذا حيت كنا قلنا ها هو القنرزم المنظم وها هو العشوائي لفطيمه من بعد من التكوين اللي درتو مع امينه
واش العيالات تحسنوا؟ واش المنسوج ديالهم تبدل شويه؟ المنسوج ديالهم تبدل فاش كانوا فاش كيديروا شي منتوج هكا خارج على على الطريقه التقليديه، باش كتير اعجاب بعض السواح مثلا في المعارض. وهنا كذلك خلت أمينة أثر إيجابي على الخدمة ديال المعلمات وحتى علاقتها المتينة بهم. الحقيقة ماشي التقنيات اللي علمتكم، انتوما كتعرفوا وكتحكموا التقنيات، احنا اش درنا؟ احنا حاولنا نلقاو ياك جميع الطرق كيفاش ننوعوا في المنتوج التقليدي. آخر محطة في الجولة ديالنا مع أمينة غادي تكون في مدينة مريرت، غادي نزورو فيها جمعية الوفاق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الجمعية كتميز بالوجود ديال المعلمية رجال كيشتغلوا فيها إلى جانب العيالات. وكما ولفناها من أمينة كان اللقاء رائع كيجمع بين الفرحة والمشاعر والمحبة، وكان في استقبالنا لمين المعلمية السي عدي اللي كيناضل باش ما تنقرضش صناعة الزربية الزمورية المعروفة بهذه المنطقة. السلام عليكم. تبارك الله عليكم. أمينة لاباس بخير؟ لا شويه كلشي لاباس. تبارك الله. المنتوج التقليدي ديال الجمعيه، مرحبا بك. هادشي هادشي الله يستر عليك. الله يستر. لاباس سلام. لاباس سلام عليكم. تبارك الله عليك. بارك فيك أمينة. فاطمة. لاباس. لاباس سي محمد. لاباس عليك. لا لاباس سي عبد الله. فين هاديك؟ فين كتخبى؟ وفينك؟ فينك؟ كاع ما شدك. لاباس كلشي. فين زليخة؟ كاع ما شتها. ها زليخة. ها زوزو يا زوزو، غير باليد كتخرج من الصداع. امينه دونك هاد الناس كلهم درتي لهم التكوين؟ اييه. ما عرفتش شكون اللي كون شكون الحقيقه. يا كسي عدي كلشي تكون. كلشي تكون حتى انا تكونت مزيان. وانا وانت كونتيني. أمينة تبارك الله عطاتني واحد الزربيه درنا ليها فيها شجره. هاد الوالده تاع الوالده واحد المنتوج فني للوالده لالك. ودرنا لي واحد الشجره في الزربيه. اضافه لاشتغال الجمعيه في مجال النسيج، الفضاء ديالها كيضم قاعه لمحو الاوميه وقاعه اخرى خاصه بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. beaucoup d'émotion beaucoup d'émotion حيت غنقول انا ماشي نساجه، هما اللي كينجو، مي نجيت العلاقه قويه مع هاد الناس. بدينا بتكوين هادي شي 4 سنين وكنشوفهم دائما، كنشارك معاهم في بزاف ديال المشاريع ديالي ولا ديالهم. وانا تفاجأت حيت بون مشيت للمقر ديالهم جديد واخا صغير شويه. تهضر على الجمعيه. اييه واخا صغيره واخا صغير شويه، مي ديالهم المقر ديالهم، وكنشوف دائما كيبدعوا وكيبتكروا. وانا انا بالنسبه ليا مفاجاه عظيمه. وغادي نقول بحال كنبني عائله اخرى ديال الفنانه، حيت انا بالنسبه ليا هما معلمين مبدعين فنانه، وهذه في عائله كبيره. بعد هذه المرحله الحافله اللي كشفت لينا على جانب من شخصيه أمينة في علاقتها الخاصه مع المعلمات، غادي نكتشفوا جانب اخر من حياتها.
ورجعنا للدار البيضاء تما غادي نتلاقاو بأمينة مع والديها في الدار اللي كبرات فيها. أمينة سي ليلى سي اوفير وي مرحبا صافا لاباس عليك لاباس عليك مرحبا بكم الله يبارك فيك بون ماما مهدية صافا لاباس عليكم الله يبارك فيك ميرسي بوكو دو نوسيفوار بارك الله فيك C'est qu'Amina, il est venu dans ce monde, pas facilement. Ça a été difficile. Ça a été très difficile. Une grossesse en France, une grossesse en France. Et il a été pas facile. Mais une fois né, il est né dans un foyer où sa mère, il aimait l'art. Il a commencé à fréquenter l'école des Beaux-Arts, il est devenu élève et il a connu des maîtres extraordinaires. Des, vraiment des artistes marocains d'une connaissance et d'un sentiment culturel profond. Belkaya, Lehi, Shba. Et on a créé une ambiance familiale. Familial, et on le recevait, et dans ses foyers, il est devenu un foyer, si vous voulez, artistique. Artistique. Et il avait un amour spécial. Il n'avait rien de matériel. Il n'a rien. Les autres, tout le monde, ils ont été heureux. Et il a vécu ça, vécu cet esprit artistique. Et elle était comment quand elle était petite? Qui quand il a été très dynamique. Très dynamique. C'est vrai. Et il avait le feu qui sautait sur lui. Mais il a été adorable. Elle était adorable. Elle a été adorable. Elle était active. كانت فيها كانت الحركه صغيره كانت ناشطه بزاف وكانت يعني دائما تقلب لا كيوريوزيتي تقلب هذا شنو هذا شنو هذا شنو جو كرو كلا سيت اسبري لا ديفلوبي لان elle faisait de la danse elle fait aller au beaux-arts avec moi bon de temps en temps bien sûr et je pense que ça a fait naître ce côté un peu de vivre dans cette ambiance d'artiste qui était très nouvelle aussi pour moi, mais qui était tellement intéressante que tout le monde s'y est mis dans la famille. Et même les amis, tous les amis, presque tous les amis. Et donc cet intérêt pour l'art est né, je crois, déjà par la fréquentation de l'école des Beaux-Arts. Et donc après, bon, elle a... Les études se sont poursuivies et toujours dans ce côté artistique. On avait des amis en Amérique. On a commencé à parler, et elle, elle a mis dans la tête l'Amérique. Parce que l'Amérique, c'est comme Christophe Colomb. Ça fait rêver l'Amérique. Non, comme Christophe Colomb quand elle découvre l'Amérique. Oh, wow. Ouais. Ouais. Et, il a été en Amérique, il a eu de la chance, d'avoir des amis que nous on connaissait, grâce à M. Meneïssa, qu'il avait créé le Museum d'Azeïla, et que ce Museum d'Azeïla, il a amené des artistes de tous les pays du monde, et parmi eux, les Américains. Ces Américains, ils sont devenus nos amis. Ça, c'est cette amitié, c'est elle qui l'a orientée à elle d'aller voir. D'aller voir. D'aller voir, il y en a fait, il faut là-bas. Il a été heureuse et il a été conditionné par cette vie américaine. Elle a compris une chose. Ce n'est pas question des parents, ce n'est pas question de l'argent, ce n'est pas question de la valeur du travail de chacun. Il a bataillé, il a connu des problèmes, il a connu des difficultés et il s'en sortit. Cet esprit américain,
l'esprit américain de la recherche, de, oui, le travail. Il n'a pas de piston, il n'a rien. Ou bien tu as de la valeur ou tu n'as pas de la valeur. Le mérite. Et elle, il a, il a aimé. Il est rentré au Maroc, il est resté sur le même optique. Voilà, voilà, il est toujours le même. Depuis son enfance, il est toujours le même. Bah, c'est et moi, je l'aime beaucoup. Ah, oh. Bah, ça, c'est sympa. Moi, je l'aime. Eh bah, tu vois, papa, moi, tu ne voulais pas moi, être filmé. Moi, je l'aime beaucoup. Ah bah bravo. Je l'aime beaucoup. Merci parce qu'il me ressemble. Je confirme. لحظات مميزة كنعيشوها مع أمينة في وسطها العائلي اللي كيعرفنا بالجو اللي عاشت فيه واللي دفعها بالتأكيد تختار مسارها الفني. أمينة كتشارك مع أمها حبها وامتهانها للفن وأيضا شغفها بالطبيعة والحيوانات. هاد لاتولي ديال الوالدة سي واحد لابول. كنا كنجيو هنا الوالدة كانت تصنط لا ميوزيك، كان ألي في حال فيد في هذيك الوقيتة ياك أختي؟ ألي في حال فيد سي فغي. دونك كنت تن أور لو تان، بول أور لو تان. ياك أور دو تان؟ بول أور دو تان. وكنت تن نقرا لو باك، باك فرونسي ولو باك. وكان عندي شي 17 عام. دونك هنا كنت نقرا، كنت كونسنترا مزيان. كتقول لي أجي صوبي لي ديتاي، عقلتي؟ هذاك الشيء اللي كياخذ اليد والوقت بزاف، كتقول يلاه. ملي تكون عندي دي فيرنيساج او بيان دي اكسبوزيسيون زعما كل واحد تيجي اللي كيصوب لي بيتي شوز لي بيتي ديتاي اللي كيصوب لي زيتيكيت لي زعما عايشين في هاد لا موفونس دو بريباراسيون دي اكسبوزيسيون دو ترافاي اون بيل انرجي بال انرجي توجور اون انرجي بوزيتيف بوزيتيف فوالا بوزيتيف اي بال انرجي كلك فوا سو ريسورس دان دي انستوا كوم سا اي و معكم ما خممتو ديروا شي عمل مشترك بجوج بكم انا ما كرهتش ما سولوها هي انا كنحلم باش ندير شي هي مازال ما لي دو فورماسيون ديفيرونت Ça non, veut dire ce que ça veut dire. Là, c'est pas que ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que toi, tu es déjà dans la modernité de ton époque et moi, je sors d'une époque où j'ai été aussi dans ma modernité. Et alors, j'ai pas fini mon travail. Mais ça fait 40 ans, mais quand même, j'avance, peut-être lentement, mais pour aller aussi vite qu'elle et être dans le temps actuel, j'ai pas encore il y a des choses qui encore m'échappent mais je trouve que dans son travail il y a un côté social qui est important et ça j'admire réellement je trouve que il faut s'impliquer un pays ne peut pas avancer si on est que pour soi on doit être pour soi pour les autres et puis c'est ça comme ça que ça marche mais moi je le vois pas social. Ben oui, tu travailles avec des femmes, tu les aides à s'améliorer, tu les aides à améliorer leur travail. Mais non, mais moi c'est vraiment à pied égal, d'égalité. Elles m'aident autant que je les aide. Mais tu as l'impression, mais quand même... Mais non, je ne suis pas là en train de sauver la planète. Non, la question n'est pas de sauver la planète. La question c'est, tu t'impliques et elles apprécient parce qu'elles ont un regard différent. Amina, je n'ai quel احساس ديالك ملي عرفتي في نفس الرواق ولا المتحف مع الام ديالك؟ كان شرف كبير معلوم حيت بديت بعد منها وما نقولوش لحقت ليها مي هما شاركنا ياك واحد كنقولوا واحد التجربه فنيه لا واحد سيت اون كونتينيتي انا كنعيط في المتحف تنسى راسي كنعيط لها ماما كنسى راسي وكنسمع الفنان الاخر كيقولوا ماما التقارب والحب اللي كيجمع امينه بعائلتها هو الركيزه اللي مازال كتعطيها القوه باش تواصل في مسارها في مدينة الدار البيضاء وبالضبط في أكاديمية الفنون التقليدية اللي كتواجد في مسجد الحسن الثاني غادي تكشف لنا أمينة على جانب آخر مهم في تجربتها.
ودائما في اطار نقل تجربتها امينه كتحرص انها تعطي دروس لطلبات الاكاديميه. هاد الطلبه اللي في عموم الاخر من التكوين كيشكلوا اطر مستقبل المهن الحرفيه. الكور اللي سابيل لو اكومبانيمون بور لا كرياسيون دون اوف ارتيزانال ياك في الاكاديميه بون كيهضروا بالفرنسيه سمي يقدموا الخدمه ديالهم بالفرنسيه. دونك هاد المعلمين اللي هما درازه ياك هنا من التوب كيبدعوا واحد المنتوج. هذا هو الهدف ولا المهمه ديال هاد. انت كتساعدهم باش يبدعوا؟ انا كنحاول نساعدهم باش يبدعوا. حيت المهنه كيعلمها لهم سي سبع كيتعلموها سو هاد لي ميتي اللي كنشوفو هنايا. ولكن انت كتحاول تنمي فيهم داك الكوتي كرياتيف ديال او تبارك الله عندهم ما يقولوا وراتهم حوايج اللي ما طاحش في البال. علاش؟ بالفصادة بأمور التصميم ديالك الله يرحم تقراك صراحة هي هذه. التكوين اللي كتعطيه أمينة لطلبات الأكاديمية متكامل مع التزامها بالبذل والعطاء من أجل النهوض بالصناعة التقليدية وثقتها في الجيل الجديد اللي غادي يضمن للحرفة استمرارها وتطويرها. أول حاجة تعلمنا مع مدام أمينة جوج ديال الأمثلة en anglais less is more and god is in the detail. يعني اي برودوي غادي نصايبو يعني خصنا نردو البال لي ديتاي ديالو وما يكونش شي حاجه ترو شارجي مبهرج بزاف يكون داكشي سامبل بوغ اتيغي لا طونسيون. وي اكزاكتو. بيان سور انا هنا هي الوقت اللي خصها تكون ستريكت راه ستريكت الوقت اللي غادي تكون شويه. من بعد هذه الحصة اقترحت أمينة للطلبة جولة في المتحف اللي حتى هو كيتواجد في المسجد الحسن الثاني. تنلقى دائما نقولوا ديزير كاين الإلهام كاين الرغبة ديال الإلهام والابتكار و لا بريز دو ريسك كيبغيو يبدعوا كيبغيو يبتكروا كيبغيو فوالا أنا هادشي اللي تيهمني سي ليكسبيريونس هومان لو بارتاج ايمونس ساتيسفاكسيون بالنسبه ليا سي اون ريزون دو فيفر لو بارتاج مهمه بزاف حتى في الخدمه ديالي في ملي كنخدم في مشاريع دائما خاصني هاد المشاركه هاد لو بارتاج مهم بزاف. من الأكاديمية للورشة أمينة كتنقلنا لعوالم مختلفة في حياتها. أنا اللي لاحظت في الخدمة ديالي خاصها دائما تشد بزاف الوقت في المراحل عندي بزاف المراحل خاصني نصنع المادة الأولية ديالي هذه مهمة بزاف خاصني نصنع المادة الأولية ماشي غير نمشي نشري شي حاجة خاصني مرحلة بمرحلة هادشي كيشد شي هاد الشيء مالكة مع أمينة كتعطي ديما تحديات دائما ولكن دائما الجهاد ياك مالكة. هاد الورشة كتجسد العالم الخاص ديال أمينة وكتكشف لنا على هوايتها في جمع العديد من الأشياء النادرة والغريبة. هاد لافيترين قديمة بزاف ولقيتها في واحد الجوطية في مراكش وقالوا لي بان هي لا ماكيت ديال واحد التياتر المسرح ديال اوتيل السعدي شحال هادي جان الزهر باش نلقى انا كان تعجبني نفنكش في الجوطيه دونك انا بالنسبه لي انا فرحانه بزاف بحال هاد الفيترينات كنقولوا كابينيت كوريوزيتي وبزاف من هاد المنتوجات هنا راه حيت راجلي كان ساكن في ايتي دونك مشيت شفتو ولقت بعض المنتوجات. هاد المنتوجات كيعطيو الأمينة إلهام كتوظفو في أعمالها الفنية المتعددة حيت أمينة ما كتشتغلش فقط على النسيج. هادو غادي نخدم عليهم دونك الوغ بوزرو كتقبطوه كتبيرسيوه ومن بعد كنخدموا عليه الكروشي وكيوليو بحال هاد لي موديول انا كيعجبني نخدم كنقولوا لي موديول. هذا حتى امينه تي تي اركيتيكت حجره بحجره
فوالا دونك كتخدمي مازال كتخدمي بالطريقه ديال مهندس لابد ايوا 20 عام ماشي سهله ياك ماشي وي وي دونك فوالا وحيت كنت خدامه في هذا الشيء ديال الزرابي قلت مع راساتي علاش ما نديرش الزربيه ديال بوزروق وفعلا هذا الشيء اللي صاوبنا ياك ملكه 10 متر على 10 متر كيفاش كتوصف راسك سي تون تو شاتو امينه ماشي سهل كما كاسكو جو سوي وين تو شاتو كوريوز كرياتريس دو ماتيير فوالا انا مي حيت من مهندسه وليت مصممه ولا مكونه ومن مصممه يمكن وليت فنانه دابا كنعتبر انا راسي فنانه وكيفاش امينه دزتي من الهندسه المعماريه للتصميم ديال الحلي قصه طويله هاد القصه حيت ملي كنت صغيره الوالده اللي هي فنانه تشكيليه كانت في ليكول دي بوزار اياه تلاقيت بها في ليكول دي بوزار في ستينات وكانت تديني الاسواق ديال النقره في انت كديك معاها ملي كنت صغيره في انسكان دونك هذاك الشيء بقى معايا وملي خدمت الهندسه ملي في الامريكان وانا تكونت في امريكا في واشنطن وخدمت في نيويورك شي 8 سنين هكا كمهندسه معماريه وبديت بشويه كنرجع للحيلي كنت بغيت دائما هاد المشكل ولا القصه اللي عندي ما بين الكبير والصغير وكنت بغيت نرجع للصغير شويه نستحكم الماده الصغيره دخلت المغرب وبديت نخدم في الحيلي وهذه هي القصه ما بيني وبين الصناع حيت انا ماشي معلمه فوالا دونك كان خاصني دغيا نلقى شي صانع لي كنت مستعد يخدم معايا البروميير كوليكسيون مجموعات ومن بعد بدا التكوين هاد التكوين في العيون هاد التكوين في الصويره ولكن التكوين على هادشي ديال الحيلي ولا التكوين ديال النسيج لا على الحيلي الحيلي دونك التكوين الاولاني كان الحيلي كان كله بالعرعر وخاصني غادي نقلبوا عليه ان شاء الله حتى نلقاوه وخرجنا عدد من البياسات حيت الصويره تبارك الله عندهم ما يقولوا فوالا صافي مانيفيك دونك هادو هما لي بيجو لي بيجو بون كاين هنا غير مجموعه صغيره ديال المنتوجات هادشي اللي خدمتي مع المعلميه في الصويره وهنا تتشوفي دائما هذه واحد الملاحظه مهمه ما عمرني ما كان سيني الحليب بوحدي دائما سيني امينه اكزني فابريكي بار هادو لي زارتيزان اي دائما كنقول سميتهم ولكن قد ما كيعجبك تمشي تخدم معهم قد ما تعيلي كيعجبك ماشي كيعجبك سي امبورطون بوغ توا ترجعي لاتولي ديالك هنا وتخدمي مهم شويه الكالم مع المشاش ما كاينش الكالم بزاف كيلاحظتي مي كيكون لو كالم بعدا باش تنقولوا ساس ديكونت خاص الافكار هذاك الشيء كلشي اللي شفت حيت انا بحال كنقولوا كان كل لي زيماج دونك كنشوف هالوان هذا بعد كندير دي كروكي وعاد من بعد عاد كتجيني الفكره خاص منين نترسخ خاص نرسى راسي عاد هذاك الشيء كيبدا يبان دونك تنمشي وتنرجع هذه هي دونك الانسان كيعيا شويه مي هذه هي الطريقه ديال الخدمه ديالي دونك سي ان ريفوز بوكو اي سي بور سا كالي كرياتيف دايور جو كوا كون اي اون اي كرياتيف كونت اون سي ريفي او كونت اون ا ان سيرتان اون سيرتان سان ا بوفوار ديماجيناسيون راكا هادي سميتها مطار كانت واحد الشجره وانا كنت غادي للمطار يلا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 11 الله يرحمه كان واحد المش سميتو جو تام
وكان عندي جو تيم او لالا وميرسي كلهم الله يرحمهم. وجو تيم راجلي دخل من واحد السفر مسكين الجيران تا يشوفوا فيه في شي شكل. خرجنا واحد النهار قال لي مالهم الجيران؟ قال لي خاصك تبدلي السميه ديال المش. قال لي علاش؟ قال لي حيت البارح جو تيم غبر وانا ساعه وانا كنغوت جو تيم في الزمن. مسار أمينة الفني غني بالتجارب والعطاء والإبداع، وشخصيتها الطبيعية طيبة ومحبوبة جعلت منها فنانة فريدة ومتميزة في مجالها. مسارها الفني مازال مستمر والأفق ديالو غير محدودة كأفق البحر اللي كترجع ليه أمينة كل ما غاصت في أهوال الدنيا. لا مير الموغيري كداويني لابد نجي هنا مع هاد الكليبات هادو كنجلس كنشوف البحر كنشوف الأفق لوريزون سان فان. وهنا فين الأفكار حتى هما كيجيو لابد من الحلم، لابد منه، بلا حلم ما كاين والو الحقيقة. دونك أنا بالنسبة ليا سي سا كي امبورطون، وي ريفي ان موند بو دون تو لي سونس دو تيرم. Do your best, spend your money like money ain't shit.